الأول وهو ظهور رأس من رؤوس المنافقين يبث السم، وهناك من يتقبل هذا السم، هنا تبدأ الفتنة. أي واحد يقدر في أي مسجد ينوض يبدأ يتكلم ويخرج كلام راح يدير فتنة على أي إنسان، سواء على الإمام ولا المؤذن ولا مصلي واحد آخر، يحكم عليه يقول فلان دار فلان دار، هو يصلي معنا في الجامع وتبدأ الناس تتبع فيه، هناك من سيأخذ بكلامه ويقتنع، أربعة خمسة ستة عشرة من الناس 20 من الناس، وتنوض الفتنة وينقسم المسلمون بسهولة بسهولة في كل لحظة، في أي لحظة تقدر دير هذا المشكل. صح، في المآل في النهاية النتيجة راح تكون صعبة عند الله، هي سهلة في الخدمة بصح صعيبة بزاف الحل تاعها عند ربي عز وجل. صعيب يسمح لك إنسان طعنت فيه كم من مرة، وهذا الإنسان هذا شوهت له سمعته، وبعد ذلك لم تصلح، ما صلحتش، ما قلتش أنا يا ودي فلان أنا اتهمته وكذا وكذبت عليه، نعود نروح عند الناس اللي تكلمت معهم نقول لهم يا ودي راني فلان راه بارئ وش كنت نتكلم، راني كنت غالط. شكون يدير هذه؟ لازم لها إيمان كبير، لازمك تؤمن باليوم الآخر، لازم تفهم باللي لازم باش تضمن يوم الآخر تسلك لازم تدير هذه الحوايج اللي يديرهم الشجعان. قال أنا يا جماعة اللي تكلمت فيه هذاك الإنسان أنا كنت غلط، كذبت عليه، تكلمت عليه بحقد وبظلم وبغل تكلمت عليه، ويتوب الإنسان إلى الله، هنا الشجاعة والله يرفعك الله سبحانه وتعالى. أما أن الإنسان يتكلم هكذا برك ويخليها، الناس انجرحت، كاين ناس تنجرح، كاين ناس كانت عنده مقامة خسرته في ناس أصحابه، أحيانا خسروا ناس في نساهم بسبب الكلام. يعني الحكم مطلق سني مبتدع فيه 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 يقول وش يحب، يتكلم وش يحب، وهو لا يستحضر مراقبة الله. والله عن نفس هكذا ليس لهم دين، والله لا دين لهم، حتى اتهموا الناس في النيات. يقول لك عنده خبيئة، هكذا يقول لك عنده خبيئة فلان، ويتكلم هكذا وعنده دسيسة، يعلم الغيب يعرفوا، وعنده كذا يريد بكلامه كذا وكذا، كلامه في هذا الظاهر ولكن الباطن تاع كلامه هو كذا وكذا، هكذا وصلوا لهذه الدرجة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا السبب الأول. السبب